الآمنة. أوقية الذهب تسجل 1277 دولار، وسعر أوقية الفضة تسجل 17 دولار و90 سنتا. للمزيد حول تطورات الأسواق العالمية معنا من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في اي دي اس سكيورتيز نور الدين الحموري. مساء الخير أستاذ نور الدين. اليورو يسجل مستويات قياسية متراجعة، ونتائج الانتخابات اليونانية تضغط على معظم الأسواق في العالم. ما هي الخطوة المرتقبة اليوم من قبار القادة الأوروبيين لتدارك أي حالات قد تصدر عن القائد الجديد في اليونان؟ نعم، اولا اليورو وصل الى 1.1115، هي تداولات يوم الجمعه، وايضا وصلنا الى ما دون مستويات 1.11 والتي كانت اخر المستويات التي كنا توقعناها منذ حوالي سبتمبر او 4 سبتمبر الماضي عندما كان اليورو عند 1.30. الان كل ما يحصل في اليونان لا يعتبر الا بدايه لما يمكن ان يحصل خلال الفتره الماضيه. وصول اليساريين الان الى اليونان قد يفتح المجال من جديد على نوعا ما الثقه بالاتحاد الاوروبي، لانه مشكله اليونان كلها كانت ب 315 مليار يورو. إذا لم يتم حلها، وهذا الشيء الآن حاصل، كيف سيتم حل مشكلة أيرلندا؟ كيف سيتم حل مشكلة إيطاليا التي لديها ديون بأكثر من 2 تريليون يورو؟ نعم. فالحديث عن أنه مشكلة الاتحاد الأوروبي ليست متواجدة إلا في اليونان، هذا الكلام خاطئ. يجب النظر من جديد على كل البنوك الآن التي تقوم بأخذ المال الرخيص من البنك المركزي الأوروبي والذهاب فقط إلى البوندز ماركت أو إلى سوق السندات. ما هي الخطوات المطلوبة لتغيير هذا الواقع؟ هل يعني خلط الأوراق اليوم الذي قد نراه في اليونان يجب أن يطبق أيضا في الدول التي ذكرتها كإيطاليا، كإيرلندا، كأسبانيا، حتى البرتغال؟ كلها دول تعاني من أزمات اقتصادية خطيرة. لا اعتقد انه نفس السياسات. طيب خلينا نرجع شوي بالتاريخ، لنا 7 سنين بناخذ بالولايات بالاتحاد الاوروبي QE، تيسير كمي، تارجتد LTRO او برنامج تمويل طويل الاجل وقصير الاجل الاول والثاني، وايضا التارجتد LTRO وغيرها من التمويلات، لم يحصل شيء. نرجع لليابان، 14 سنه من التيسير الكمي لم يحدث شيء. السياسه نفسها بشكل عام، التيسير الكمي والمال الرخيص لن ينتهي الا بانتهاء سوق السندات، وهذا الشيء بدأنا بالفعل أن نراه الآن. طول ما لدينا المزيد من المال الرخيص والمزيد من انخفاض في العوائد على السندات، الآن بدأنا نشهد انخفاض في العوائد على السندات بشكل كبير. عندما تنفجر فقاعة السندات لن يبقى أي سوء قادر على تحمل أي من هذه الضربات، خصوصا منهم البنوك المركزية. والدليل على ذلك خلال الـ 14 يوم الماضيين شهدنا تدخلات من أكثر من 8 بنوك، منهم حتى كان البنك المركزي الدنماركي تدخل مرتين في يومين بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع إلى مدون الصفر. من سيكون التالي الآن؟ لدينا باقي البنوك المركزية، سواء البنك المركزي أو الاحتياطي الأسترالي، الاحتياطي النيوزيلندي. لدينا أيضا خلال الأسبوع الجاري قرار البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي الذي لا زال يقول أنه سيمكن رفع أسعار الفائدة، لكن هنا من الممكن أن نتحدى أن يكون هناك في رفع لأسعار الفائدة، لأنه التضخم الآن لا يوجد لديه أي شيء، على الأقل أن نشهد أي نوع من الارتفاع في التضخم في ظل وجود انخفاض لأسعار النفط، والتي أيضا الآن أصبحت معرضة للانخفاض من جديد في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل كامل. ليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية، هناك نوع من النمو في الربع الثالث، لكن هناك أيضا من جديد النمو في الربع الثالث كان بسبب أرقام يجب كانت أن تحتسب في الربع الأول، احتسبتها دائرة الإحصاءات في الربع الثالث. إذن إن لم تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع أسعار الفائدة، الاحتياطي لم يرفع الأسعار، هل هذا سيعطي مجالا أفضل للاتحاد الأوروبي للتعامل مع موضوع العمولات؟ هنا لن يكون هناك أي شيء جديد، سواء رفعوا أو لم يرفعوا. هناك بدأنا الآن في حرب عملات واضحة جدا. من جديد الأسبوع الماضي الذي شاهدناه من تدخلات من البنوك المركزية، سواء البنك المركزي السويسري، التركي، الروسي، غيرها أيضا من البنك المركزي الكندي، جميعها تشير إلى حرب عملات طاحنة ما بين البنوك المركزية، على عكس ما كان يحصل في 2008. 2008 كل البنوك أجمعت بشكل كامل أنه يكون في هناك تدخل مجدول ومدروس ما بين البنوك، حتى منها كان في هذاك الوقت البنك المركزي الكويتي اللي قام ايضا بتخفيض اسعار الفائده. الان كل يعني يقوم او يتخذ قرارات على ليلاه او كيف ما يريد، فهذا الشيء سيؤدي من مره اخرى الى نوع من زعزعه في الاسواق، وهذا الشيء الان حاصل.
ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة؟ لا نعلم بتأكيد ما الذي سيحصل، لكن الذي سيحصل نوع من الأزمات من جديد. نعم، في سؤال وفي جواب مختصر لو سمحتم، لماذا لم يذهب البنك المركزي الأوروبي إلى خيار غير هذا الكم الكبير من التيسير الكمي الذي طرحه في السوق مؤخرا؟ لانه حتى الفائده على الودائع لم تفيد، حتى الفائده على الودائع انها ناقص تقريبا وصلنا الى 20 نقطه مئويه لم تفيد، الاموال التي تم الاعلان عنها او اعطائها للبنوك لم تفيد، حتى التيسير الكمي لن يفيد، انت اعطيت البنوك اكثر من حوالي تريليونين يورو، والبنوك ليس لها ثقه لا بالبزنس او لا بالاعمال او حتى بالمستهلكين، قامت بالذهاب الى سوق السندات، الان نفس الشيء لدينا تريليون و14 راح يروحوا لسوق السندات، هذا الشيء الذي من جديد نحذر أن سوق السندات سيصل الى مرحله تصل الى فقاعه لا يمكن السيطره عليها فيما لو بالفعل انفجرت. نعم. الاستاذ نور الدين الحموري، كبير استراتيجي الاسواق في ADS Securities، شكرا جزيلا لك.